بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس كتير بتشتكي بسبب ان الدفعة الكبيرة في العقد في الدفعة الاولانية تقول لك ان انت كاتب 4 دفعات وده كاتب 5 دفعات، لازم يكون مثلا على دفعات. تمام، ماشي على دفعات، بس لو الشغل بتاعك ارضي، مجلس ارضي، او الشغل بتاعك مش فوق الدور التاني او الدور التالت او الرابع، لازم نجيب المواد ونرفعها مرة واحدة، لان الرفعة دي طبعا ما بتجيش تيجي بفلوس، ما بتجيش ببلاش. وطبعا مش كل شويه نجيب الرفعه، الرفعه بتيجي مره واحده والمواد كلها بتيجي مره واحده ونرفعها فوق ونبدا نشتغل. يعني احنا الفلوس اللي هناخدها منك بنجيب بها المواد كلها، الخشب والعازل والحديد والجراميت، كل ده بيجي مره واحده. فلا بيتم رفع الحديد طبعا، ده لو شغلك فوق. لازم يكون الدفعه الاولى كبيره، مش زي الدفعات التانيه اللي هي مثلا العقد يتجزء على 5 دفعات او 3 دفعات او 4 دفعات، لان احنا بنجيب المواد كلها مره واحده، شريلا بتيجي محمله كلها مره واحده، وبنجيب الرفع نرفع المواد كلها على السطح هنا فوق. لكن لو شغلك ارضي مفيش اي مشكله، عادي بتيجي السياره تجيب الحديد، تجيب الخشب، تجيب العازل. لكن كده الحديد كله والخشب والعازل والجراميت كله جاي مره واحده، فلازم يكون الدفعه الاولانيه كبيره عشان المواد دي تيجي كلها مره واحده وتترفع فوق ونبدا نشتغل. والان تم رفع المواد كلها فوق، كده اصبح فلوسك اللي انت دفعتها كلها كده عندك في بيتك. يعني ما خدناش اي شيء وحطيناه في جيبنا خالص، كل المواد كلها كده عندك. فده كده اريح ما نقعد نجيب كل شويه المواد وكل شويه الرفعه.